السلام عليكم. يبدو أن غلاء الأسعار الذي بات يكوي اقتصادات العالم يربكها، يعبث بحساباتها، بميزانياتها، مغبة حرب روسية أوكرانية قد يزداد في غلظته، يحتد في ضغطه بكامل حمله على دول لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بمسببات تلك الحرب ولا بخصومها ولا حتى بمداعميها. هي فقط تقتات على حبوب من هنا أو من هناك، ورغم ذاك الحبوب نفسها لم تسلم، حجبت هي الأخرى بكبر تحكم في الجميع بشرقهم وغربهم. أما من سيتأثر من بلدان العالم فهو الغائب الحاضر في هذه الحرب. صحيح لا يحارب فيها بسلاح ولا بدعم لطرف ضد آخر، لكنه مكرها يحارب فيها برزقه وعملته، يتابع عن كثب القرارات، يسترق السمع والبصر عما ينتوونه في الغد. دول أضحت مغلوبة على أمرها، لسان حالها يصيح بأعلى صوته بما نظم الأقدمون: لم أكن غازيا، لم أكن أتسلل قرب مضاربهم، أرض بساتينهم لم أطأ، فجأة ثقبتني سهامهم وأنا للحرب لم أشأ، لم يكن في يدي حربة أو سلاح لكنني عانيت. قست القلوب، منعوا الحبوب، الكل يتنصل، فأين الخطأ؟ أما أنا فلم يتبقى لي غير غيظي، وهو أيضا يتشكى الظمأ. سلمنا الله وإياكم. ووسط ما يبدو أنه مساع روسية للاستفادة من خطوة انسحابها من صفقة الحبوب، صحيفة موسكو تايمز كشفت أن روسيا تضاعف من جهودها لمنع صادرات الحبوب الأوكرانية وتعظم الضرر المترتب على كييف بعد أسبوع واحد من انسحابها من صفقة تاريخية لتأمين صادرات الحبوب الأوكرانية. الصحيفة قالت أيضا إنه بالإضافة إلى هجماتها الممنهجة على 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود بالقرب من أوديسا في الأيام الأخيرة، استهدفت موسكو لأول مرة الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب. موسكو تايمز ذكرت أيضا أنه من خلال إعاقة صادرات الحبوب الأوكرانية تأمل روسيا في تقليص إيرادات الميزانية الأوكرانية ورفع الأسعار بشكل كبير في السوق العالمية. وبانهيار الصفقة من خلال انسحاب روسيا منها، تسعى موسكو لحرمان كييف من عائدات مالية قوية والسيطرة على الأسواق الأوكرانية نفسها. الصحيفة ذكرت أيضا أن الأمم المتحدة حاولت إقناع الاتحاد الأوروبي والدول الغربية بتمديد الصفقة من خلال الموافقة على رفع بعض العقوبات عن روسيا، لكن بروكسل رفضت. وبعد تحذيرات عديدة أطلقتها الأمم المتحدة من حدوث أزمة في الأمن الغذائي العالمي عقب تعليق اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، يجتمع مجلس الناتو أوكرانيا على مستوى السفراء في بروكسل بناء على طلب كييف بهدف مناقشة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. فماذا عن سيناريوهات أزمة الحبوب خلال الفترة المقبلة؟ أيام قليلة مضت على إنهاء اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، تبعتها استغاثة من الأمم المتحدة تحذر فيها من أزمة غذاء عالمية خاصة في الدول النامية، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب انسحاب روسيا من الاتفاق وتداعياته على الأمن الغذائي العالمي. اجتماع هام لمجلس الناتو أوكرانيا عقد بناء على طلب كييف
هدفه التشاور بشأن آخر التطورات ومناقشة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. اجتماع الناتو يأتي بعد أيام من حديث الأمين العام لحلف الناتو مع الرئيس الأوكراني، إذ دار النقاش بينهما حول تداعيات الانسحاب الروسي من صفقة الحبوب في البحر الأسود. تبعه تنديد واضح من حلف شمال الأطلسي الذي اتهم موسكو باستخدام الغذاء كسلاح. اجتماع الناتو يأتي بعد تأكيد حلفاء أوكرانيا دعمهم المتواصل لكييف خلال قمة الناتو التي عقدت في ليتوانيا، إذ باتت أوكرانيا أقرب إلى الحلف أكثر من أي وقت مضى. انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب جاء في وقت تعاني فيه دول العالم من ارتفاع أسعار الغذاء بشكل غير مسبوق منذ بدء الحرب، فهل ينجح العالم في حل هذه الأزمة؟ وللمزيد من النقاش والتحليل اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي ملف اليوم على شاشة القاهرة الإخبارية. من القاهرة الدكتور أسامة السعيد خبير الشؤون الدولية، ومن كييف السيد قسطنطين جريدين الباحث في العلاقات الدولية، ومن نيويورك السيدة إيرينا تسوكرمان الخبيرة الأمريكية المختصة في الشؤون الدولية، ومن موسكو السيد سيرجي ماركوف المستشار السابق للرئيس الروسي بوتين. أهلا بكم جميعا على شاشة القاهرة الإخبارية. واسمحوا لي أن أبدأ من القاهرة مع الدكتور أسامة. الدكتور أسامة، مع التصعيد فيما بين روسيا وأوكرانيا وخاصة في أوديسا وأيضا شبه جزيرة القرم، كيف ترى مصير صفقة الحبوب وسط هذا التصعيد ومحاولات الناتو وأوكرانيا البحث عن حل لهذه الأزمة؟ أولا تحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين وللضيوف الكرام. بالتأكيد هذا الخبر لم يكن خبرا سارا بالنسبة لملايين المواطنين الذين يعتمدون على الحبوب الواردة من روسيا وأوكرانيا، وعلى وجه التحديد في القارة الإفريقية التي يعتمد ملايين المواطنين على صفقات الحبوب وواردات الحبوب التي تأتي من البلدين المتحاربين. وللأسف الشديد بالفعل تحول الغذاء إلى سلاح، تحول إلى سلاح يستخدم للضغط على أطراف، سواء الأطراف المتصارعة أو على أطراف أخرى، كوسيلة للاستقطابات الدولية الراهنة في العالم. بالتأكيد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، ورغم الكثير من الأسباب التي دفعت بها روسيا لتبرير هذا القرار، لكن في الختام أو في النهاية هذا القرار كان بمثابة الصدمة لكثير من الأسواق ولكثير من الدول التي تعول على هذا الاتفاق في تمويل احتياجاتها، خاصة في ظل موجات التضخم العالية التي تسببت فيها الحرب، فضلا عن اعتماد حتى البرامج الإنسانية، البرامج الإغاثية تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا في سد احتياجات الكثير من الفئات الأكثر احتياجا في الدول الفقيرة. طيب دكتور أسامة، منذ دقائق خرج بيان الناتو وأوكرانيا، حلف الناتو أعلن أنه سيعزز أنشطته الاستخباراتية في هذه المنطقة، في منطقة البحر الأسود، بعد خروج روسيا من اتفاق الحبوب. هل يضمن هذا الأمر ممرا آمنا لأوكرانيا والغرب هناك للحبوب الأوكرانية؟ في تقديري لا، لأنه في النهاية الجميع يدرك أن الوجود العسكري الروسي قادر على تهديد أي التحركات، قادر على منع أي التحركات لا ترضى عنها روسيا، وكان الاتفاق هو بمثابة الورقة الأخيرة التي يمكن من خلالها فكرة عدم استهداف السفن الناقلة للغذاء. وقد رأينا عقب انسحاب روسيا مباشرة كيف تم استهداف بعض موانئ التصدير الحبوب الأوكرانية وخاصة في أوديسا. وبالتالي في تقديري تواجد الناتو وتواجد القوى الغربية في البحر الأسود ربما يؤدي إلى مزيد من الاحتكاك بين الطرفين، ويعجل بصدام كثير من المراقبين يشيرون إلى أنه بدأ يقترب بشكل متسارع ما بين الغرب وما بين روسيا، بدلا من المواجهة غير المباشرة على الأراضي الأوكرانية. بالتأكيد هناك حلول وهناك
وهناك مقترحات كثيرة. على سبيل المثال اتبعت الأمم المتحدة منهجا مشابها عندما قامت بتأمين قوافل أو قوافل عسكرية من خلال تحالف دولي لتأمين الصادرات الكويتية من النفط إبان الغزو العراقي للكويت. ولكن أعتقد أن مسألة تأمين صادرات الحبوب بهذه الطريقة غير واردة في هذا التوقيت، لأنه هذا سيعجل بالصدام المباشر ما بين القوى الغربية وما بين روسيا، ومن الواضح أن كلا الطرفين يتجنب هذا السيناريو حتى هذه اللحظة على الأقل. نعم، أذهب إلى كييف والسيد قسطنطين ضيف الكريم من هناك. سيد قسطنطين، مجلس الناتو وأوكرانيا أيضا يعتزم معالجة أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية بعد إلغاء صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، كيف يمكن ذلك؟ وهل يمكن إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الحدود البولندية كما مر آخر؟ أهلا وسهلا. صراحة قدرة تصدير لدي الموانئ الأوكرانية تتفوق بشكل كبير عن قدرة التصدير عن طريق الحدود البولندية ولا الرومانية وأي طريقة أخرى. فصراحة ليس هناك بديل لتصدير الحبوب عن طريق الموانئ. أما الوضع الذي نحن فيه الآن هو صراحة أزمة الحبوب، وأسعار الحبوب في الأسواق الدولية سوف ترفع إذا لم يوجد هناك حل سريع لهذه المشكلة. أما بالنسبة لمجلس الناتو الطاري في هذا الموضوع، فربما ستجد هناك الأطراف المشتركة بعض وسائل الضغط على روسيا لكي ترجع إلى اتفاقية الحبوب، وبالإضافة إلى توفير المزيد من الأسلحة من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا لكي تتمكن من دفاع عن مخازن الحبوب المتواجدة في أوديسا، وأيضا الأسلحة الإضافية لاستهداف السفن الروسية في البحر الأسود. نعم، أذهب إلى نيويورك وضيفتي الكريمة من هناك سيدة إيرينا. الأمم المتحدة عرضت استفادة روسيا من النظام المالي سويفت في مقابل تمديد صفقة الحبوب، برأيك هل الأمم المتحدة وأيضا الجانب الغربي هل بإمكانهم تقديم مزيد من التنازلات لموسكو لتمديد الصفقة، بالأخص أن اجتماع الناتو وأوكرانيا بحث هذه المسألة؟ بالطبع لا، أعتقد أن هذا أمر غير مطروح، ولا يوجد أي تنازلات إضافية لروسيا لعودتها إلى صفقة الحبوب. بالتالي هناك كثير من الخيارات الأخرى بما في ذلك الموانئ الأرمينية والأوكرانية المختلفة، فبالتالي هناك كثير من القضايا المفتوحة لتناول هذه الموضوعات مع الاتحاد الأوروبي، فبالتالي هناك كثير من الدول التي تشترك لوضع حلول بديلة لا تكون هناك أي مشكلة تتعلق بصادرات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية المختلفة. وروسيا لابد أن تعلم أن هذا الأمر يؤثر على الغذاء العالمي، ولابد أن تتخذ قرارات وإجراءات بما لا يقوض قضية الأمن الغذائي العالمي. نعلم أن هذا الأمر سيؤثر على قضية الأمن الغذائي العالمي، ما الحل من وجهة نظرك؟ فيما يتعلق بأمن الغذاء للدول النامية هناك إمدادات بديلة من الحبوب، ولكن هذا ليس بالطبع لا يؤثر على أسعار الغذاء، ولكن لابد من حل هذه القضايا بالسبل المختلفة من خلال إصدار مزيد من الأقماح مثل في مصر أو في دول غرب إفريقيا للبدء وتفعيل بعض المشروعات الخاصة بإنتاج الحبوب والتصنيع الزراعي ووضع الأساليب والتقنيات اللازمة لذلك الشأن، وبالتالي يمكن الحصول على الدعم من دول الخليج أيضا في هذا الشأن. أذهب إلى موسكو وضيف الكريم السيد سيرجي من هناك. سيد سيرجي،
في مقابل مناقشة مجلس الناتو أوكرانيا لمسألة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، كيف تسعى من جهة أخرى القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد غدا إلى معالجة ملفات مثل ملفات الأمن الغذائي في ظل انتهاء صفقة الحبوب؟ نحن لا نعلم ما هي النتائج النهائية لهذه القمة الروسية الإفريقية فيما يتصل بهذا الصفقة من الحبوب، ولكن طبقا لمعلوماتنا فهناك كثير من الدول التي طلبت من روسيا للحضور والوصول إلى تسوية بشأن صفقة الحبوب والعودة إلى الصفقة مرة أخرى. ونحن على دراية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يضغطون على القادة الأفارقة لعدم المقابلة مع روسيا، ولكن ثانيا إن كان هناك لقاء لابد أن يكون هناك ضغوطات على بوتين لفتح المسارات الخاصة بصادرات الحبوب من خلال الصفقة. كلنا نعلم أن هذه الصفقة ثنائية كانت تعود بالنفع على روسيا وأوكرانيا في نفس الوقت، ولكن روسيا فقط هو طرف واحد في هذه الصفقة، والدول الغرب والاتحاد الأوروبي وبريطانيا هم من حجبوا تحركات السفن الروسية المحملة بالحبوب والأسمدة الموجهة إلى الأسواق العالمية. روسيا أثارت هذه المشكلة منذ عدة أشهر. بريطانيا والاتحاد الأوروبي هم من يقتلون صفقة الحبوب، وبالتالي هم يشعرون بالارتعاب في هذا الشأن لأنهم يقعون في مزيد من الديون. صفقة الحبوب كان لها أثر كبير، وقد استخدموها كسلاح في الصراع السياسي ضد روسيا لتقويض الأمن الغذائي وتقويض أمن روسيا ولحث وتحريض كافة الدول ضد روسيا لتقويض هذه الأزمة من خلالها استخدام واستغلال هذه الأدوات باستخدام صفقة الحبوب. فبالتالي الحلول سهلة. الرئيس بوتين أوضح تماما أننا سوف نعود فورا إلى صفقة الحبوب مرة أخرى بعد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا تتخذ إجراءات عملية لتنفيذ كافة تعهداتهم فيما يتعلق بمجلس الأمن للأمم المتحدة. وهذا لن يحدث، وبالتالي سيبقى الأمر على ما هو عليه. اسمح لي أن أذهب إلى القاهرة إلى الدكتور أسامة. دكتور أسامة، في تقديرك هل تتمكن أوكرانيا من استئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود من دون الاتفاق مع روسيا؟ أعتقد أنه سيكون من الصعب، لأنه شحنات الحبوب التي سيتم نقلها عبر البحر الأسود ستكون عرضة للقصف، والمؤسسات العسكرية أو المؤسسة العسكرية الروسية أعلنت أنه بدون اتفاق سيكون كل الأهداف التي تتحرك دون اتفاق هي هدف مشروع. طيب، هي هدف مشروع العسكرية وستكون عرضة للقصف. إذا عدنا مرة أخرى إلى البيان الذي خرج من قمة الناتو أوكرانيا منذ دقائق، قال في بداية هذا البيان أنهم سيناقشون إمكانية تصدير الحبوب بالطبع، لكن الناتو والحلفاء سيكثفون من عمليات المراقبة والاستطلاع في منطقة البحر الأسود من خلال نشر الطائرات الدورية البحرية وأيضا الطائرات المسيرة. هل هذا الأمر قد يحدث احتكاكا ما بين الطرفين؟ بالتأكيد، وبالتأكيد سيزيد فرص الاحتكاك وسيزيد فرص التماس بين قوات الجانبين، وأعتقد أن كلا الجانبين لا يريد لهذا السيناريو أن يحدث. بالعكس، كل طرف يحاول أن يتجنب التماس المباشر مع الطرف الآخر. يجب أيضا أن ندرك أن ارتفاع معدلات الخطر في نقل شحنات الغذاء وشحنات الحبوب عبر البحر الأسود سيزيد من أسعار هذه الشحنات، سيزيد من تكلفة عمليات الشحن، حتى لو لجأت بعض دول الناتو إلى توفير الحماية العسكرية أو المرافقة العسكرية لسفن شحن الحبوب ستكون المسألة أكثر خطورة، ليس فقط على الجانب الاقتصادي ولكن أيضا على الجانب العسكري والجانب السياسي. وبالتالي أتصور أنه بدون اتفاق بين القوى المختلفة بين روسيا وبين أوكرانيا بوساطة أممية أو بوساطة بعض الدول التي يمكنها أن تلعب
دورا مهما في هذا الشأن، أعتقد أنه سيكون من الصعب بل ربما من المستحيل أن نتحدث عن تأمين واضح وشامل ومستدام لشحنات الغذاء التي يتم تصديرها عبر الموانئ الأوكرانية. نعم، أذهب إلى كييف والسيد قسطنطين. سيد قسطنطين، برأيك هل تسعى موسكو إلى استخدام الغذاء كسلاح في مواجهة أوكرانيا والغرب من وجهة نظرك؟ بالطبع أوكرانيا، روسيا لا تسعى، هي تستخدم حاليا، لأن في الوضع الحالي روسيا هي المستفيد الوحيد من الوضع، لأن صادرات الحبوب من روسيا ما زالت مستمرة، بالإضافة لأن روسيا تسرق الحبوب من الأراضي المحتلة وتحاول أن تصدرها إلى الدول الأجنبية عن طريق دول التالية. لكن سيد الفاضل، ليست روسيا وحدها في هذا الموضع، يعني رأينا تهديد 5 دول بفرض عقوبات على الأقماح وعلى الحبوب الأوكرانية، منهم بولندا والمجر وسلوفانيا أو سلوفاكيا ورومانيا، وأيضا بلغاريا بسبب رخص هذه الحبوب، وطبعا هناك اعتراض كبير من المزارعين في هذه الدول. نعم، أنا أعتقد أنه هذه مشكلة مؤقتة وسوف تتم حلها عن طريق المفاوضات الثنائية أو مفاوضات متعددة الأطراف، وأيضا عن طريق الضغوطات المعينة من الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة، لأن ليس بها، يعني أنا أعتقد أنه ليس أخلاقي فرض العقوبات على الحبوب الأوكرانية في هذه الحالة، للدولة التي تعاني من الإرهاب من دولة مجاورة. فأنا أعتقد أن هذه المشاكل ستنحل يعني قريبا عن طريق المفاوضات. بصراحة سيدي الفاضل، ضيف الكريم من كييف، هل كل هذا الدعم من هذه الدول المحيطة بأوكرانيا قد يزول إذا تعارضت المصالح؟ نعم، هناك بعض يعني تناقضات في المصالح بين هذه الدول، ولكن يعني في نهاية المطاف المصالح المشتركة لكل هذه الدول الأوكرانية والدول المحيطة هو تحقيق السلام في أوكرانيا وانسحاب القوات الروسية منها. أما المشاكل هذه المؤقتة فهي مجرد الخلافات التي ستنحل، أنا أعتقد أنها ستنحل قريبا عن طريق المفاوضات، عن طريق يعني التفاهم الاقتصادي. نعم. لا أعتقد أن هذه المسائل ستبقى استراتيجيا على طاولة المفاوضات بين هذه الدول أو على طاولة المفاوضات للمنظومات الدولية. أذهب إلى نيويورك والسيدة إيرينا من هناك. سيدة إيرينا، ما هي بدائل اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود؟ كيف يمكن تحقيق هذه البدائل إذا وجدت؟ يمكن استيراد الحبوب من عدة مسارات وعدة طرق للتصدير بالتعاون مع عدد من الدول. على سبيل المثال، مصر بدأت في استيراد الحبوب من الهند لأول مرة، وأيضا كان هناك بعض الخطوات المتخذة في هذا الشأن مع أوكرانيا، ويمكن أن نتوقع بعض الدول الأخرى في الغرب التي يمكن أن تتخذ خطوات أخرى ومسارات أخرى للاستيراد للحبوب، وهناك الكثير من المصادر البديلة في السوق العالمي، وحيث أننا نعاني هنا بتأخير كبير وارتفاع غير متوقع في الأسعار، فإن الأسواق سوف تعاني لفترة، وبالتالي سوف تأخذ وقتا لحل هذه الأزمة. لابد أن نؤكد على أن أزمة الغذاء لابد أن يتم تناولها وحلها في القريب العاجل، ولابد من إيجاد الكثير من الحلول والبدائل الأخرى، حيث أن الأسعار تزداد يوما بعد يوم، وهذا ما نراه في المستقبل القريب. صندوق النقد الدولي ذكر أن ارتفاعات الأسعار بالنسبة للحبوب قد تزيد إلى 15%. هل هذا الأمر قد يضغط على الدول الغربية أن تجلس مع موسكو من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين؟ لا أتخيل ما هي التسوية المتاحة وما هي الحلول التفاوضية المتاحة بين روسيا والغرب،
مع العلم أن سوف يكون لديها تأثير على المدنيين، حيث أن لا يمكن استخدام الغذاء كسلاح حرب ضد الدول الإفريقية وعدد من الدول الأخرى حول العالم. أعتقد أن هذا الحل لابد أن يكون له تأثير على المدى البعيد وليس تأثيرا على المدى القريب فقط. هذا ما يجب أن تتناوله دول الغرب مع روسيا. لابد من العمل جنبا إلى جنب مع الناتو أيضا ومع دول الغرب من أجل تناول الأمن الغذائي وتقديم الحلول المستدامة إلى الأسواق العالمية لمنع أي أزمات إنسانية في هذا الوقت. أذهب إلى موسكو والسيد سيرجي من هناك. سيد سيرجي، كما ذكرت الضيف الكريم من أوكرانيا، 5 دول أوروبية هددت بفرض قيود على عبور الحبوب الأوكرانية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي وإلى موانئ أيضا التصدير. برأيك كيف تستفيد روسيا من هذا التقييد الذي تحدثه دول جوار أوكرانيا على تصدير الحبوب الأوكرانية؟ حسنا، نحن نعلم أن كافة دول الجوار مثل أوكرانيا وغيرها من الاتحاد الأوروبي مثل المجر ورومانيا وغيرها من الدول المختلفة كلهم يمنعون صادرات الحبوب من أوكرانيا، وهذا يأتي بناء على حقيقة أن الأوكران دولة غير محايدية، ونحن نتفهم أن النظام الأوكراني يعتبر مستعمرة تابعة للنظام الولايات المتحدة ولا يحترمون حقوق الشعب الأوكراني وقطاع الأعمال الأوكراني، ولكن روسيا لا تستفيد نهائيا من هذا الشأن. نحن لا نعتني بهذا الشأن إطلاقا. نحن لا نعتني أيضا بشأن الحبوب الأوكرانية. نحن ما نعتني به هو الحبوب الروسية وكذلك الأسمدة الروسية. قبل هذه الحرب وقبل بدءها روسيا سيطرت على 20% من صادرات العالم من الحبوب، وأوكرانيا كان لها 10%، وروسيا أيضا وبيلاروسيا سيطروا على حوالي 6% من الأسمدة والأمونيا إلى الأسواق العالمية من حجم الصادرات إلى مختلف القطاعات والمناطق. فبالتالي هذا يعني أن روسيا وحبوبها لها تأثير كبير حوالي الضعف مقارنة بصادرات الحبوب من أوكرانيا، وهذه الحبوب وهذه القطع الأراضي التي خسرتها روسيا أصبحت تؤثر بشكل كبير ولها تداعيات كبيرة على أزمة الغذاء. فبالتالي هناك الكثير من الأسواق العالمية التي تعتمد على الحبوب والأسمدة الروسية بأكثر من 4 أضعاف عن الاعتماد على الصادرات الأوكرانية. فالأمر هنا لا نسعى إلى إحداث إلى أي مشكلة إلى الدول الفقيرة، نحن نفكر في صادرات روسيا من الأسمدة والحبوب، ولهذا نقول أن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي هم أعداء صفقة الحبوب وهم أعداء لدول الجنوب العالمي، هم من يهددون أمنها الغذائي، هم أنانيون، هم من يصنعون هذه الأزمة. طيب اسمح لي بهذا الأمر، أذهب مباشرة إلى الجهة الأخرى إلى أوكرانيا وضيف الكريم من هناك السيد قسطنطين. بالتأكيد استمعت إلى ضيف الكريم من روسيا، ردك على هذا الكلام. صراحة لا لا, لا هناك يعني أي رد إلا أن روسيا هي مسؤولة عن الوضع كله. لا يمكن اتهام أوكرانيا ولا دول الغربية بما يحدث في دولتنا بقصف المدن وقتل المدنيين وقتل الأبرياء في يعني كافة أنحاء البلاد. كيف يمكن اتهام ضحية الإرهاب بما يحدث في الأسواق العالمية وفي أزمة الغذاء؟ أوكرانيا هي دولة متضررة من بهذه الحرب أكثر من أي دولة أخرى بالإجمالي، فلذلك التوجيه سبيل الاتهام
يجب أن يكون مجرد باتجاه روسيا، والضغوطات الدول الغربية والدول الإفريقية وباقي دول العالم يجب أن تكون على روسيا لكي تقف استراتيجياتها الإرهابية وابتزاز العالم عن طريق الحبوب، عن طريق الغذاء، عن طريق الغاز والنفط والسلاح وأيضا الأسلحة النووية. هي اتهامات متبادلة من كلا الطرفين، لكن من يدفع الضريبة في النهاية هي الدول التي تعتمد على هذه الحبوب سواء الأوكرانية أو حتى الحبوب الروسية. اسمحوا لي إلى هنا أشكر ضيفتي من نيويورك السيدة إيرينا تسوكرمان الخبيرة الأمريكية المختصة في الشؤون الدولية، وأرجو من بقية الضيوف البقاء معنا إلى ما بعد فاصل قصير بمشيئة الله. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد في ملف اليوم على شاشة القاهرة الإخبارية، واسمحوا لي أن أجدد الترحيب بضيوفي من القاهرة الدكتور أسامة السعيد خبير الشؤون الدولية، ومن كييف السيد قسطنطين جريدين الباحث في العلاقات الدولية، ومن موسكو السيد سيرجي ماركوف المستشار السابق للرئيس الروسي بوتين، وينضم إلينا أيضا من برلين بألمانيا السيد مصطفى العمار عضو مجلس أمناء حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وخبير الأمن الدولي. وأبدأ بضيف الكريم الذي انضم إلينا من برلين سيد مصطفى. سيد مصطفى، كيف يؤثر انتهاء صفقة الحبوب على الأمن الغذائي بالنسبة للقارة الأوروبية؟ كيف يمكن الوصول إلى حل لهذه الأزمة الحالية في تقديرك؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى الضيوف الكرام أيضا. أعتقد أنه تأثيره هو على العالم قبل أن يكون تأثيره على القارة الأوروبية. القارة الأوروبية هناك العديد من الدول هي تنتج هذه الأمور، لكن إيصال هذه الحبوب إلى دول العالم، إلى الشرق الأوسط، أفريقيا، مصر وغيرها من الدول، تحتاج أن يكون هناك ممرات آمنة، تحتاج أن يكون هناك تعاون دولي حتى يتم تأمين وصول هذه الحبوب، حتى لا تكون هناك كارثة إنسانية وكارثة غذائية تؤثر على الأمن الغذائي. بالتأكيد بوتين يستعمل هذه للأسف كورقة وكسلاح يضغط به على العالم كأزمة غذاء عالمية، وهذه عبارة عن كارثة إنسانية. لكن الممر الأمن الذي ذكرته، يعني روسيا اتهمت أوكرانيا والغرب باستغلال الممر الآمن الذي كان موجودا من قبل لتصدير الحبوب لأغراض عسكرية، كيف تصف ذلك؟ أنا لا أصف هذا بشيء، ولكن يوم أمس كان هناك اجتماع لوزراء الزراعة موجودين في الاتحاد الأوروبي، وأيضا عبر السيد جيم أوزيميان على وزير الزراعة لدينا في ألمانيا، وقال أنه من الممكن أن يكون هناك حل وإيجاد أيضا ممرات أخرى هي عن طريق دول البلطيق حتى يتم شحنها على الموانئ وأيضا مرورها بدول ممرات برية تقصد؟ نعم، ممرات برية تقصد؟ ممرات عبارة عن الشحن موانئ، ومن ثم بعدها يتم إرسالها إلى الدول هناك إلى شمال أفريقيا. أعتقد الموضوع هو يجب أن يكون حله أوروبي، لكن هذا أيضا يحتاج تضامن، يحتاج أيضا تكاتف أوروبي، ولا أعتقد أن روسيا تريد أن يكون لهذا الحل نجاح، أو تريد له أن يكون أيضا مستقبل، لأنها تريد هنا أن تستعمل هذا الملف بالضغط على أوروبا أيضا أن تستعمل ليكون هناك تبادل تجاري، وهي تعرف جيدا بأنها محاسبة دوليا وعليها عقوبات تجارية. أعود إلى القاهرة والدكتور أسامة. دكتور أسامة، الأمم المتحدة قالت إن الملايين حول العالم سيدفعون ثمن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، كيف ترى تأثير ذلك على روسيا ذاتها وصورتها في العالم؟ يعني أولا الأزمة بالفعل هي أزمة تتجاوز فكرة تحميل طرف واحد فقط
عبء المسؤولية، لأنه في النهاية كما ترى كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر. صحيح، ومن يدفع الثمن هم الفقراء في العالم الذين يعتمدون على هذه الحبوب. إذا كانت أوروبا قد استطاعت خلال العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية بما لديها من قدرات مالية أن تؤمن احتياجاتها من الطاقة، فإن معظم الدول الإفريقية الأكثر استيراداً للأقماح والحبوب الروسية والأوكرانية ليست لديها من القدرات المالية ما يمكنها من تعويض الفارق أو من الاستيراد أو حتى من بعض الحلول التي تحدثت عنها الضيفة الكريمة قبل أن تغادرنا عن فكرة استحداث أنماط جديدة للزراعة. هذه مسائل تستغرق أعوام طويلة وتحتاج إلى إجراءات فنية وإجراءات خاصة لتعويض الفارق. نحن نتحدث عن أزمة غذاء حقيقية، عن دول تعاني من تضخم كبير، عن دول بدأت بالفعل تعاني من احتجاجات شعبية وأزمات كبيرة، على سبيل المثال في كينيا، في إثيوبيا، في غيرها من دول جنوب الصحراء بدأت بالفعل تحدث اضطرابات شعبية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة. هذه مسألة يجب أن ينظر إليها نظرة عالمية، لا يجب أن تكون مجرد أداة للضغط على الدول أو مجرد أداة للصراع السياسي بين الدول المتحاربة. إذا كانت أوروبا تشكو الآن من ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، فإن ارتفاع تكلفة المعيشة وتدني مستوى جودة الحياة في الدول الإفريقية هو أحد أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. المسألة كلها تبدو مترابطة بعضها البعض. بالتأكيد روسيا تستفيد لأن روسيا لديها توجه واضح من خلال التقارب مع الدول الإفريقية، والدول الإفريقية كانت ظهير للالتفاف الروسي على محاولات الولايات المتحدة لعزلها خلال العام الماضي. كثير من الدول الإفريقية ساندت المواقف الروسية أو على الأقل امتنعت عن التصويت ضد إدانة روسيا في المؤسسات الدولية وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس بوتين تحدث في مارس الماضي وربما جدد في مقال نشر قبل أيام استعداد روسيا لمنح الدول الإفريقية الحبوب وتعويض النقص الواضح بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، وحتى أنه أشار إلى إمكانية أن تقدم روسيا ما تحتاجه بعض الدول الإفريقية مجانا. وأعتقد أن هذه أداة ربما تحاول من خلالها موسكو أن تعزز من تعاونها مع العديد من الدول، أن تعزز من حضورها في القارة الإفريقية. بالتأكيد روسيا لديها إنتاج ضخم من الحبوب، لديها قدرات صحيح تمكنها من ذلك، لكن عملا بمبدأ العين بالعين والسن بالسن. اسمحوا لحبوبي أسمح لحبوبكم. اسمح لي أن أذهب إلى كييف والسيد جريدين من هناك ضيف الكريم. سيد جريدين، هناك طرق أوروبية أخرى لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ نهر الدانوب مثلا أو بحر البلطيق عبر بولندا، إلى أي مدى يمكن الاعتماد على تلك البدائل في تقديرك، بالأخص أن منذ لحظات خرجت أخبار عاجلة وتصريحات من جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض الأمريكي، قال فيها أننا ندرس تصدير الحبوب برا. نعم، كل الطرق التي ذكرتها في قبل قليل لا تتجاوز قدراتها الإجمالية ربما 1,500,000 طن في الشهر، بينما قدرة التصدير الأوكرانية في الوقت الحالي يتراوح في حدود 3 مليون طن شهريا، ولا هناك طرق بديلة لتصدير الفارق. بالتأكيد الشحن البحري أكبر بكثير، 500,000 طن مهما كانت القرارات، حتى إذا جمعت دول المحيطة كلها، دول البلطيق وبولندا وبلغاريا ورومانيا كلها، حتى إذا تمت هناك قرارات بمنح السفن الأوكرانية والشاحنات الأوكرانية بتصدير هذه الحبوب، سوف لا تبدل قدرة الموانئ أوديسا وميكولايف وإليتشوفسك. فلذلك الحل الوحيد، أنا أريد أن أختلف مع ضيفكم، أن لا هناك إمكانية توجيه عصبية اتهام إلى طرف آخر، لا هناك إمكان، لأن الطرف المسؤول عن هذه الحالة هي فقط روسيا. وإذا جامعت الدول الأفريقية التي تعاني من أزمة الغذاء المحتملة في المستقبل القريب،
والدول الأوروبية وتضغط على روسيا ب يعني بالإجماع، فربما ستوجد هناك حلول. وإذا كانت كل دولة تلعب لعباتها المنفردة سوف لا نجد الحل في هذه المسألة. أذهب بهذا الأمر إلى موسكو ذاتها والسيد ماركوف من هناك. سيد ماركوف ضيفي من أوكرانيا ذكر أن الطرف المسؤول هو فقط روسيا، ردكم على ذلك؟ حسناً، هو لا يقول الحقيقة وهو وظيفته ألا يقول الحقيقة، وكلنا نعلم أن أوكرانيا دولة دون التجريح بالتأكيد، يعني مع كامل الاحترام لكل الضيوف الموجودين في ملف اليوم. حسنا، هم يرددون ما تمليه عليهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من تسيطر على أوكرانيا فعليا، وهي من تعطيهم الأوامر ما يفعلوا. وبالطبع هم انتهكوا حقائق بسيطة جدا. على سبيل المثال، كما تعلمون كافة السياسيين والمحللين الأوكران تحدثوا وذكروا أن روسيا دمرت الخط الغاز نورد ستريم الذي يمر من أوكرانيا، وهذه أكاذيب ولا تمثل حقائق، وهم يكررون ما يمليه عليهم الغرب. أيضا فيما يتعلق بقتل صفقة الحبوب بأن تكون مسؤولية روسيا، ولكن هذا لكن الأمر غير حقيقي. الاتهامات دائما هي اتهامات متبادلة، إذا كانت أوكرانيا تتهم روسيا فروسيا هي الأخرى تتهم أيضا أوكرانيا. بالطبع لا، روسيا لا تلقي بأي اتهامات غير حقيقية، ولكن هناك حقائق غائبة عن أوكرانيا. النظام القمعي الأوكراني هم من يدمرون خطوط تصدير الأمونيا، وكان هذا جزءا أيضا من صفقة الحبوب، والآن أصبح من المستحيل استخدام هذا الخط للصادرات. وأمرا آخر، أوكرانيا لم تفعل أي شيء حيال صفقة الحبوب، لأن كان بمقدورهم فعل الكثير، ولكن لم يفعلوا ذلك، لأن هناك الكثير من الإجراءات والانتهاكات التي تنتهك هذه الصفقة، والمسؤولية الأساسية على بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. روسيا لا تمانع استمرار صفقة الحبوب، ولكن روسيا تحتاج الأموال وتحتاج نظام السويفت حتى لبنك إضافي آخر. لابد أن يكون هناك تسهيل وتخفيف من العقوبات المفروضة على روسيا. نعم، أذهب إلى ضيفي من برلين السيد مصطفى. سيد مصطفى، ألمانيا اتهمت روسيا باستخدام الحبوب كسلاح ضد أفقر دول العالم، وتحدثت أيضا عن مبادرة لاستلام أو استيراد الحبوب بريا. برأيك هل قدمت ألمانيا خطوات كافية للعمل على تمديد صفقة الحبوب التي بالفعل ألغيت؟ طبعا هي هذه الحقيقة. طبعا بوتين يستعمل هذا الملف مثل ما ذكرتها في البداية كسلاح وكورقة ضغط، أيضا ليس فقط على أوروبا وإنما على دول العالم. العالم الآن يمر بأزمة جدا كبيرة، أزمة الغذاء، ويجب أن يكون هناك أيضا شراكة. هذه الشراكة ليس فقط تحتاج أوروبا، تحتاج جميع الشركاء، تحتاج أيضا دول أخرى أيضا بالانضمام، أن يكون هناك فعلا ضغط على روسيا حتى يتم هناك وجود ممرات آمنة، كوريدور آمن، حتى يتم أيضا إرسال هذه المواد وهذه الحبوب قبل بداية الخريف، لأن مع الخريف هناك تقريبا سوف يتم لربما هدر العديد من. سيد مصطفى، أستسمحك عذرا، ننتقل الآن إلى روسيا ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إنني على اليقين أننا سوف نتوصل إلى نجاح هذا الاتفاق. ربما بعد شهر بالتحديد سوف نحتفل بذكرى 80 لقاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. في هذه годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус.
وبمرور هذه السنوات والعقود اكتسبت العلاقات بين البلدين بجانب خاص. многое сделано и под вашим руководством. وأحرزنا نجاحا كبيرا وذلك فضلا بجهودكم الكبيرة. У нас большие такие мощные проекты в области энергетики, в частности, имея в виду известный проект по строительству атомной электростанции, все развивается по плану. وعندنا مشاريع واعدة في مختلف القطاعات، أولا في قطاع الطاقة، أقصد قبل كل شيء مشروع المحطة الكهربائية، ونشهد الاشتراك في تطوير في هذا المشروع. В прошлом году товарооборот вырос на 28,8% по нашей статистике. وحسب إحصائياتنا شهد حجم التبادل التجاري في السنة الماضية نمو بمقدار 28.8%. За 5 месяцев текущего года прибавил еще 7% к базе прошлого года. وبعد مرور 5 أشهر من هذه السنة شهد زيادة بمقدار 7% وذلك قياسا بإحصائيات السنة الماضية. 1/3 торгового оборота России с Африкой приходится как раз на Египет. За 5 месяцев текущего года прибавил еще 7% к базе прошлого года. وبعد مرور 5 أشهر من هذه السنة شهد زيادة بمقدار 7% وذلك قياسا بإحصائيات السنة الماضية. 1/3 торгового оборота России с Африкой приходится как раз на Египет. В этом году проходит мероприятие в рамках года гуманитарного сотрудничества России и Египта, что, безусловно, будет и дальше сближать народы наших стран. Господин президент, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Хамт Раис, Путин, смахли, аугелек тахия, тахдир, ашкуркум гиддан, аля дава, аля айдан, аля мустава, аля африки. Мы всегда с позитивом относимся ко всем инициативам и приглашениям, в том числе и с вашей стороны, которые касаются многостороннего сотрудничества и взаимодействия на африканском континенте. Разумеется, мы держим поле зрения сотрудничества в двусторонней связи. Естественно, мы намерены вывести их на те горизонты, которые заслуживают. إنشاء محطة الطبعة النووية وهذا مشروع عملاق ورائد ودعمكم فيه واضح جدا لنا. И, конечно же, как вы отметили, господин президент, основополагающим проектом нашего сотрудничества является проект атомной электростанции ДАБА. Мы намерены претворить его в жизнь. مشروع منطقة صناعية روسية في مصر. Другой момент – это создание российской промышленной зоны. أو باقي مشروعات أخرى اللي ممكن الأجزاء المنطقة الروسية وخلافه. Также есть и другие начинания, проекты, по которым мы можем сегодня подробно поговорить. اسمح لي سجل يعني تهنئتي بخمط الرئيس بمرور 80 عاما على العلاقات المصريه الروسيه. Позвольте мне, господин президент, отметить особый характер отношений, которые связывают наши страны. انا متاكد ان القمه الروسيه الافريقيه هيكون ليها نتائج عظيمه جدا. Уверен, что по итогам саммита россиян будут достигнуты значительные وأتذكر الاهتمام الشديد اللي احنا قابلنا فيه 2019 أثناء القمة الروسية الإفريقية. يا غوردوس استمناي وصوي برئاسته فريدوش سامي تراسيا في 2019. مرة ثانية بشكرك في خمط الرئيس. شكرا большое спасибо за приём. سعيد بلقاء. очень рад встречи. كان هذا لقاء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تحدث فيه الرئيس الروسي عن مجمل العلاقات وأيضا التبادل التجاري بين روسيا ومصر التي شهدت نموا في السنوات الماضية. أما الرئيس المصري فتحدث أيضا عن الشراكات التي تحدث ما بين مصر وروسيا في محطة الضبعة النووية في شمالي مصر أو حتى في المنطقة الصناعية الروسية في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقدم التهنئة بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.
اسمحوا لي في ختام ملف اليوم أن أشكر ضيوف الكرام الذين كانوا معي اليوم، من القاهرة الدكتور أسامة السعيد خبير الشؤون الدولية، ومن كييف السيد قسطنطين جريدين الباحث في العلاقات الدولية، ومن موسكو السيد سيرجي ماركوف المستشار السابق للرئيس بوتين، ومن برلين السيد مصطفى العمار عضو مجلس أمناء حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وخبير الأمن الدولي. أشكركم شكرا جزيلا، والشكر بالتأكيد موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، هذه تحياتي كما الماضي، في أمان الله.